السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي أهم المواقع اللي ممكن تلاقي فيها فاميلي لشغل الميكانيكا وشغل الكهرباء، تمام. أول موقع اللي هو ريفا سيتي، تقدر تيجي هنا سيرش وتكتب اللي أنت عايزه، تقول له مثلا عايز لايتنج الـ IGHT، وتقول له سيرش، عايز أجيب لك فاميلي كتيرة جدا جدا تقدر تشتغل عليها، تمام. ده موقع بابليك، تلاقي معماري وإنشائي وكهروميكانيكا اللي على بعض، تمام. في بعد كده هتلاقي بعض الشركات دي، حتى هتلاقي الرابط اسفل الفيديو، حتى انك تعمل كل الداونلود للفاميلي الخاصة بتاعتها، كيو ترين، حتى برضو الفاميلي بتاعتها اهيت، تقدر تعمل اي داونلود للفاميلي. هي عاملاها 3D، تمام. ده ريفيت اهوت، تمام. هنا برضو جو سكن عاملة برضو بعض الفاميلي، تمام. تقدر تعمل لها داونلود، تمام، وتقدر تعمل الايميل بتاعك وتقول له داونلود كده تحمل الفاميلي. ده برضو شركة سيمون حاطة ان انت تعمل داونلود للفاميلي. هنا برضو في ان انت تحمل الريفت، ان شاء الله احط الرابط كلها اسفل الفيديو بحيث تقدر تحمل زي ما انت عايز، تمام. ده برضو حاطة الفاميلي بتاعتها. أركا ده موقع بابليك، بس هتلاقي فيه لو انت عملت سيرش على الكتريكال هتلاقي حاجات خاصة بالالكتريكال، الكتريكال سيفتي سيكيورتي. ده برضو البيم داونلود تقدر تحمل من اللي انت عايزه، ده بيقول لك حمل من بيم اوبجكت. بيم اوبجكت ده اهوت ميزته ان انت تقدر تعمل سيرش بشركات، فيعتبر ده الكينج بيم اوبجكت، تمام. في موسوعة من الفاميلي ابلايد اير، حتى ان انت تحمل برضو الفاميلي بتاعتها. اكسس برضو هتلاقي الفاميلي تقدر تعملها داونلود، انا هحط الروابط كلها فمحدش يقلق. برادلي حتى لو انت تعمل على كاتيجوري كامل وتقول له داونلود، ممكن تحمل كلهم سيلكت اول وتقول له داونلود اول، ويبقى عندك مكتبة كويسة. كابس اير كارير عاملة مكتبة مهولة الصراحة، يعني يعتبر كل الحاجات اللي عاملاها المنتجات نعمل لها الفاميلي بتاعتها بمقاسات بكل حاجة، بس يمكن اغلب الشغل كان معمول اوتوكاد وحط في الفاميلي. برضه هي الفاميلي بتاعتها زي ما انت شايف، اغلب الشركات بدأت تحط الفاميلي للشغل بتاعتها، تمام. جرين هيك برضه حاطه ان تعمل داونلود للريفيت، تمام. الثري دي نويز كنترول، ده هتلاقي الامتداد ار اف اي، تقدر تحمل الفاميلي بسهولة. هنا لورن كوك عاملة ان انت تسطب برنامج جوه الريفت وتقدر تاخد المنتجات زي ما انت عايز، تمام. وممكن تقول له ريفت تولز وتبدأ تحمل الادنس اللي انت عايزها. هنا اس تي بي اكس حاطة برضه زي ما انت شايف فاميلي كتير تقدر تحملها ريفيت فايل وتقدر تشتغل بيها. فالحمد لله دول مجموعة كبيرة جدا من الفاميلي اللي يخلوا أي حد شغال في مجال الام اي بي يقدر يشتغل بدون ما يقعد يعطل نفسه في ان هو يعمل فاميلي ويمسك الكتالوج ويحط لي معلومات. الشركات دي موفرة فاميلي على اساس ان انت وانت شغال كمصمم ترشح الشركات دي الناس تشتغل بيها.